العملات وقت متكفئة على الطرفين كويت متكفئة الطرفين في هذه النظرية في الشوط الأول مش السن المتتبع الرياضي اللي في مدينة نظر أن الديربي غالبا ما تتحل النتيجة التعادل وظنيت غنعرف النتيجة التعادل سجن المستوى متكفئة على الطرفين ونتمنى إن شاء الله يتحسن بعد مرور الدورة القادمة. شكرا. كما شفتوا بعد أول الملعب ما كانش في المستوى وإذا كان الملعب ماشي في المستوى والناظور والمرتبة اللي كان فيها الهلال في القسم الوطني الأول هذه من 73-84 حتى دابا ما عندوش الملعب لا الفتح ولا الهلال الرياضي الناظوري وباش دير واحد المقابلة تكتيكية ونقدروا يلعبوا الكرة والدراري يلعبوا الكرة ماشي ممكن دونك مقابلة ديربي اونتر دي زيكيب بين الفريقين واحد كيعرف الآخر وتقاسم النقاط كان هو الحكم الأخير. شكرا.